دكتورة فاطمة، بداية أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الوضع الحقوقي في عموم العراق. بداية، ما أهمية بيان مجلس حقوق الإنسان من وجهة نظركم؟ تفضلي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، أحييكم مشاهديكم الكرام. يعني بالنسبة لهذا البيان الذي صدر عن هذه الدول، الحقيقة بعض النقاط المهمة التي تم ذكرها في هذا البيان، أنه قد اعترفوا هم بدأوا يحسبوا الحساب للشعب العراقي. وذلك من خلال ذكرهم لمظاهرات الشباب عام 2019 أكتوبر عام 2019، وكيف وصلت للعالم صداها، وكيف أثرت على وأوصلت رأي العراقيين بما يحدث في العراق ومطالبهم المشروعة. إضافة إلى ذلك، البيان قد ذكر بأن جهود الحكومة هذه محدودة للغاية لحد الآن. إضافة أن الاعتراف ببعض الجرائم قد ورد في هذا البيان، الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي، وخاصة ظاهرة تكميم الأفواه والحد من حرية في التعبير عن الرأي، التي تؤكد أن في العراق لا يوجد أي مجال ومتسع للحرية والديمقراطية. نعم. دكتورة فاطمة، بيان مجلس حقوق الإنسان ألقى باللوم على الحكومة في العراق في تقصيرها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات المتعددة التي ذكرها في تقريره. ما أثر ذلك اللوم على الحكومة العراقية وعلاقاتها بالحكومات ال28 التي أدانت كل هذه الانتهاكات؟ بالتأكيد كما هو واضح أن كما ذكر في البيان أن جهود الحكومة محدودة للغاية. طبعا لم يتطرقوا إلى الموضوع الأساسي الذي يجعل هذه الحكومة محدودة التأثير وعدم قدرتها على الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقبض على الجنات وتقديمهم إلى محاكمات عادلة. يؤكد أن هذه الدول لديها علم جيد بأن بكل ما يحدث في العراق ومن يسيطر على الحكومة ومن يسير الحكومة، وأن هذه الحكومة هي مجرد العوبة بيد الميليشيات كما هو أصبح معروف، وخاصة بعد إطلاق سراح المجرم قاسم المصلح بعد أن قال أن هناك أدلة ثابتة ضده، ومع هذا استطاعت الميليشيات بسطوتها وإرهابها للشعب العراقي أن تفعل ما تريد وأن تفرض رأيها على الحكومة وأن تطلق سراحه الحكومة بحجة عدم كفاية الأدلة وغيرها طبعا من المجرمين الذين لم يقدموا لحد الآن إلى العدالة ولم يتم محاسبتهم. نعم. دكتورة فاطمة، جئت على ذكر حادثة الإفراج أو تبرئة قاسم مصلح، حديث بيان مجلس الأمن أن إجراءات الحكومة في ملاحقة المجرمين كانت السبب في إفلات الجناة من العقاب كما تعلمين. إلى أي مدى يعد هذا الحديث برأيك اتهاما مبطنا للحكومة بالتواطؤ في مثل تلك الجرائم؟ نعم، بالتأكيد هذه واضحة، خاصة وأن هناك كثير من الأدلة والقرائن التي وصلت إلى مسامع المجتمع الدولي عما يحدث في العراق من طرق الالتفاف على القانون عن طريق الترهيب أو عن طريق استغلال بعض النصوص القانونية، خاصة وأن بعض القوانين العراقية لم يجري تطويرها ويتم تطبيق بعضها بصورة خاطئة دون مراعاة إلى ظروف كل قانون وكيف يتم تطبيقه، بل ويتم التلاعب حتى بالألفاظ القانونية. إذن هناك هذه تنبيه لهذه الحكومة وغيرها طبعا من الحكومات أن هناك الاستمرار بمثل هذه التصرفات
طبعا بالتأكيد نعم هو السبب الواضح الأساسي هو أن الشعب العراقي يعني يتحرك ويضغط ويوصل رأيه، وعدم يعني رضاه عما يحدث في العراق، وبالتالي هذه الدول يعني لا تستطيع أن تخفي الحقائق الآن عن المجتمع الدولي. نعم نعم سؤالي الآن عن الميليشيات، يعني البيان توقف كثيرا عند الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المسلحة أو الميليشيات بمعنى أدق. هل التفت العالم أخيرا إلى الجرائم التي تنفذها مثل هذه الميليشيات وإلى الزخم الذي تصنعه مثل هذه الجرائم وسيطرة هذه الميليشيات على الأرض؟ باعتقادك ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على نظر المجتمع الدولي لما تقوم به الميليشيات على الأرض وتصنيفه جريمة؟ يعني هذه تعتبر مقدمة لمحاسبة هذه الميليشيات، ونحن ذكرناها قبل نعم. ذلك عدة مرات. يعني لا تفرح هذه الميليشيات بقدرتها الآن وقابليتها على أن تفرض سيطرتها على الشعب العراقي الضعيف. سوف يأتي اليوم، وقلناه هذا سابقا، الذي سوف يتم محاسبة هذه الميليشيات. هم استخدموا هذه الميليشيات من أجل إنفاذ يعني الأهداف في العراق وتدمير العراق، وحققوا هذا هذه الغاية، وتم تدمير العديد من المدن، والآن سوف تقدم هذه الميليشيات إلى العدالة لأنها هي من قامت بهذا العمل. ومعروف جيدا الآن دور الميليشيات وكيف أنها حتى يعني تتباهى ويعني تنشر الفيديوهات عما تستطيع أن تفعله وكيف ترتكب جرائمها، ظانة منها أنها تستطيع إرهاب الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي أصبح واعي لهذا الشيء، وهذه يعلم جيدا أن هذه يعني عمليات الترهيب ونشر مثل هذه الفيديوهات أو الاستعراضات أو غيرها هو أصبح دليل إدانة لهذه الميليشيات، وتوعية للعالم أيضا بنفس الوقت بأن خطر الميليشيات هذا أصبح يعني كبير جدا للغاية. نعم. في سؤالي الأخير الآن دكتورة فاطمة، يعني بيان الأمم المتحدة أو هذا البيان من جهة أخرى تغافل عن أمور كبيرة وانتهاكات كثيرة، منها مثلا قضية المغيبين ومأساة المعتقلين، إضافة إلى أزمة النازحين كما تعلمين. السؤال هنا، كيف يمكن استدراك مثل هذا الشكل من أشكال التقصير؟ بالحقيقة بجهود الشعب العراقي يتم استدراك مثل هذا التقصير، مع العلم أن يعني الكثير من العراقيين قاموا يعني بالتوثيق منذ فترات طويلة، ولكن هذه التوثيقات يعني بتقديري هي يعني لم يتم ترتيبها ولم يتم تجميعها من أجل أن تكون ملف قوي يمكن أن تستند عليه الأمم المتحدة، أو أن يتم يعني نشره للعالم لكي يتم اتخاذ إجراءات والاعتراف بهذه الجرائم بصورة يعني واضحة. الآن هناك التحرك هو الأول والأخير نحو المجتمع الدولي، نحو اللجان الدولية المعنية بمختلف هذه الانتهاكات مثل لجنة إخفاء القصف أو التعذيب أو غيرها من اللجان الدولية والمقررين الخاصين، وإيصال هذه التوثيقات بصورة صحيحة، والحوارات المباشرة مع المنظمات نعم. المعنية بهذه التوثيقات من أجل إبداء نعم. رأي العراقيين الوطنيين بعيدا عن تأثيرات الأحزاب السياسية وميليشياتها والعملية السياسية الفاشلة. نعم. الدكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.